كل الناس فاكره ان تغيير الروتين له علاقه بان انا اعمل حاجه جديده اول ما اصحى، ان انا اقابل ناس جديده، ان انا اروح مكان جديد. طيب انت تعرفي كام واحد في حياتك انت ممكن تكوني منهم قرر في وقت من الاوقات ان هو يسافر نهايه الاسبوع ويقضي الويك اند بتاعه في مكان، رجع مكتئب ليه بقى؟ ان احيانا حتى نسب الطلاق بتزيد في الويك اند وتزيد بعد المصايف. تفتكري ليه؟ لان الناس قررت انها تكسر الروتين. غلط. الروتين مش ان انا ابقى على مستوى السلوك بعمل حاجات جديده، لا. كل الناس لما بتيجي تتكلم على الشاشات بتلاقيها بتناقش مساله الروتين دي، انت بتعمل ايه في اليوم بشكل روتيني والمفروض تعمله ايه بالظبط. برافو عليكي. بشكل روتيني المشاكل ما بتبقاش على مستوى السلوكيات بس، الروتين مش بس في التصرفات اللي الناس بتعملها. أوكي. الروتين في مستوى الافكار اللي هم بيفكروا فيه ومعدل المشاعر اللي هم بيحسوا بيه. يعني الشخص الروتيني ده بيبقى اكثر عرضه لان هو يصاب هو شخصيا بالنيجاتيف انرجي، يقدر النيجاتيفيتي دي للناس. صحيح. يعني تخش الاستوديو مثلا تلاقيه قاعد متنش بلوزو شبرين، عامل مشاكل مع الناس اللي حواليه، شادد اعصابه، اهلا يا دكتور، الحمد لله على السلامه، كلام من هذا القبيل. انه ممكن يصحى الصبح يمسك التليفون يهنج، يفتح الايباد يتكسر، يلبس النظاره تقع، يركب العربيه تعطل، يجي الشغل يعمل مشاكل مع اللي حواليه. اوكي. كل دي اشكال الروتين. الكلام التقليدي والروتيني ان احنا نطلع نقول للناس من فضلك سافر في الويك اند وروح انزل الميه وكل حاجات فيها سكريات، الكلام ده لا يغني ولا يسمن من جوع للاسف. تغيير الروتين بيبدا الاول من المايند. المنطقه بتاعت المشاعر دي هي اللي ممكن تعمل لك مشاكل مع كل الناس اللي حواليك. انا حاسه ان انا متضايقه، ده اسمه ايه؟ شعور. طيب ايه اللي مخلي الشعور ده موجود؟ الافكار. الافكار ان انا مفكره ان في حد النهارده قاصد ان هو يضايقني ويعصبني وبيعمل اتفاقات عليا وقاصد ان هو يطلعني بره المود ويخلي مودي مش كويس. اصل المشاعر دي ايه؟ فكرة. لو انا اتحكمت في الافكار دي المشاعر دي بتبقاش موجودة، وبالتالي الروتين المبدئي بيبقى روتين على مستوى الافكار. بمعنى اللي بيصيب الناس بالملل ثم بالكآبة ثم بالمشاكل اللي ممكن تحصل لهم حواليهم مش بس ان هو سلوكيات روتينية، السلوك ده نتيجة يا هند ملوش اي غاية عندنا، هو نتيجة بحتة. لما بنيجي نفكر نعمل behavior modification للناس او نعدل لهم سلوكهم، احنا بنعدل السلوك واحنا ناس تقليديين بدون ما نعدل الافكار او نتحكم في المشاعر. قمة المتعة انك تعيشي محبوبة مقبولة مرغوبة من كل الناس اللي بتشوفك. صحيح. ان يبقى ليكي تأثير في الناس اللي حواليك. ان يبقى عندك اضافة انت بتقدميها للناس اللي بتقدمك. ما تاخديش على عاتقك تغيير الناس دول. صحيح. ليه؟ بما انك مش معالجة نفسية فما ينفعش تتصدري لمشاكل الناس النفسية عشان تعالجيها، ولكن انصحك ان انت يبقى قدامك حل من اتنين، اما تجاهل مشاكل الناس دول او تجاهل الناس دول باشخاصهم. يعني اما ان انت تتجاهل المشاكل اللي هم بيعملوها او تتجاهل الاشخاص دول بنفسه. ليه؟ لان انت بتبقى عاملة زي ايه؟ عارفة لما يكون عندك جرح مفتوح؟ المشاكل النفسية كده، بس الجروح بتاعتنا لا بنحط عليها بلاستر ولا بننزل عليها شاش. بيخاف، دي مشاعر، هو خايف، فدي عنده شعور بالخوف. الشعور ده اصله فكرة. الفكرة دي ايه؟ ان انا لو غيرت هفشل. انا عايزة بس اقول لك، لو غيرت مش هنجح. الكرياتيفيتي اللي هو الابداع اللي انت بتتكلمي عنه ده ريليتد بالفلكسابيليتي، بالمرونه. بالمرونه. مفيش حد جامد متنشن صحيح ومبدع، ده ما بيحصلش. الناس المبدعين هم الناس السلسين السهلين. رحم الله عبد لين هين فطن. قال الشافعي ان اعقل الناس الفطن المتغافل، اللي فاهم كل حاجه وعامل نفسه مش فاهم حاجه. بس الروتين بيبدا تغييره الاول من روتين الافكار. لما تيجي تبصي للمشاكل اللي بتحصل مثلا ما بين الناس المتجوزين، هتلاقي ان اغلب المشاكل اللي حاصله ما بينهم، انت عارفه احنا عندنا يوميا عدد كبير جدا، كل 6 دقائق تقريبا في واحده بتطلق. عندنا يوميا ما يزيد عن ال 240 مطلقه. لا، ما هي بتقال واحده مطلقه عشان هو اللي طلق، تمام؟ يعني ده اللفظ عربيا ده الصح. اوكي. 240 اسره بتفكك وفي السنة الأولى بس من الجواز. تبصي لهنا، لما جينا سألنا الناس وعملنا مسح بسيط كده قالوا لنا عشان الروتين. هو الروتين ده إن أنا اللي بصحى فيه ببات فيه ولا أنا بعمله كل يوم هو نفسه اللي بعمله كل يوم؟ لا، مش ده الحقيقي. الروتين هو روتين على مستوى الأفكار وروتين على مستوى المشاعر، وبالتالي بيحصل روتين على مستوى السلوك. نقول كمان
روتين على مستوى الافكار، ثم روتين على مستوى المشاعر، ثم روتين على مستوى السلوك. الناس كلها بتتكلم في ده، كارثتين كبار جدا. انت قلت ان هو خايف يغير، خايف يطور من نفسه، خايف يعمل حاجه غريبه، يعمل حاجه جديده، وده كلام خاطئ تماما. لذلك تليها تقول لك انا من اول ما اتجوزته هي نفس الحياه، ما بنعملش اي حاجه جديده. هو صح وهو راجل كويس، ما بيغلطش فيا، ما بيحرمنيش من حاجه، بس انا مش قادره اكمل معاه. ستات كتيره جدا بتلجا للطلاق عشان كده. يجي الزوج تساليه انت ليه فكرت تتطلق، يقول لك والله هي حد كويس جدا بس انا مش قادره اكمل معاه، حاسس ان حياتي زي المثال اللي انا ضربته لك كده، حياه كويسه وصح جدا وماشيه كويس بس انا مش قادر اكمل، يعني ما شفتش منها حاجه كويسه بس برضو مش قادر اكمل معاها. بعض الناس بتلجأ في حياتها ان هي تعمل سسبنس زياده، يعني تعمل شيء من الاثاره بشكل ازيد. هنا هو مش بيكسر الروتين، هو بيكسر الشخصيه. الشخص الروتيني ده بيبقى شخص صلب مش مرن، بيبقى في صلابته اكثر عرضه للكسر. هو قرر ان هو يكون متماسك، فمع اول موقف بيتعرض له بيتكسر. في بحث انا كنت عامله اسمه ظاهره العجز النفسي. يعني ايه عجز نفسي؟ يعني تلاقيها هي بنت في احسن سنين عمرها، عندها حاجه و20 سنه، شعرها بيقع، بيطلع لها حب في وشها، عندها مشاكل في القولون، عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، نفسها في اضطرابات، يعني دقات قلبها بتزيد من اقل مجهود تعمله، بيحصل لها انسوميا بالليل، ما تعرفش تنام كويس ويجي لها ارق، على مدار اليوم يحصل لها نيوروستانيا، ما تقدرش ان هي تبذل مجهود ولا تطلع ولا تنزل. الكلام ده كله هو ما عندهاش حاجه عضويه، دي حاجه احنا بنسميها السايكوسوماتيك سيمبتومز، اللي هي بتكون اعراض بدنيه بس هي ما لهاش اصل بدني، ليها اساس عضوي. لا، هي ليها اساس نفسي. أوكي. الاعراض دي كلها ليها علاقه بمساله ان انا مش قادر اغير من روتين حياتي، لان انا مش قادر اعيش حياتي زي ما انا عايز. مساله السلوك ده نتيجه بس مش سبب، يعني مش هنطلب منك سلوكيات معينه لما تعمليها هتبقي كويسه، لا، احنا هنطلب منك افكار معينه لما تفكري فيها هتبقي كويسه. يعني لما تيجي تفكري كده مع الشخص الروتيني وتحللي افكاره، انت بتصحى من النوم بتفكر في ايه؟ يقول لك اول حاجه، طبعا ده استحاله يكون بيصحى من النوم يقوم من على السرير، ده بيصحى بياخد فتره كده، هي فتره التامل في جميل خلق النجف. اغلب الناس الروتينيين التقليديين اللي بيكونوا عرضه للاكتئاب والقلق والوساوس بيمارس هذه العاده، ان هو يصحى من النوم يفضل باصص في السقف كده مش اقل من نص ساعه، تلاقيه هو قايم بيقوم بالعافيه بيجر في رجليه، تحس ان هو الكهل داخل على الحمام. ممكن يكون شاب جدا لكن مش قادر. طبعا يقف قدام الحمام بعدين يبص في المرايه ويفضل يتامل ملامح وشه اللي بقى فيها تجاعيد، صحيح، ويفضل يفحص كده هو بيعمل ايه. ناهيك بقى عن ان هو بعد ما يقرر بعد كتير من الوقت ان هو ياخد شاور، هنا بيبقى واقف وحاسس ان الميه نازله عليه وهي بتزود همومه مش بتقلل منه اي هم من اللي موجود فيه. كل ده احنا بنسميه روتين. في المشاعر حاول توصل للاكستريم، اخرجي تفسحي قبل ناس جديده، حافظي على صداقات قديمه، انزلي من بيتك، ما تستسلميش ان انت قاعده وسط اربع حيطان، ما تسمعيش كلام فيه شكوى، وما تستقبليش مكالمات فيها مشاكل. نيجاتيف بيرسوناليتي من اهم ما يميزه انه شكاي، يعني تقولي له يا دكتور شفتك كنت منور في المؤتمر، يقول لك اسكت انا كان بطني وجعاني واخد دواء عشان اعرف اتكلم وحاجات كده. اوكي، طول الوقت وعنده مشاكل طول الوقت. اهم حاجه بعد ما تخلصي شق المشاعر ده، اوعي تتمادي في مساله السلوك بدون قاعده مهمه جدا. من الصعب جدا نفسيا انك تستمر في تقدير اللي مش بيقدرك، صح، او انك تتمادي، صح، في الدفاع عن اللي مش بيدافع عنك. اللي ما يردش غيبتك ما يستحقش طيبتك، واللي يقف قصادك المفروض ان انت تسالي نفسك سؤال واحد، هو هنا اذاكي ولا اذى نفسه في الاول؟